انا عندي معلومات بتقول ان محمود بقاله يومين بيلف على ورش الخراطه والميكانيكا وبيلم قطع غيار. ما انت اكيد قريت ملفه يا باشا، ما هو خريج هندسه ميكانيكا، تلاقيه بيصلح موتور عموله لاي حد، مع انه والله انا مانعه من شغل الورش ده. هيعمل ايه بس؟ ما هو معذور، ما انتوا مانعين الصيد بقالكوا شهرين، البلد كلها حالها واقف مش محمود بس. لكن انت سعادتك جبت المعلومات دي منين؟ ما هو لازم مأمور الضرائب الحيوان اللي اسمه رجاء العاشر هو اللي اعطاك المعلومات دي. اصل هو مش طايق يشوف ابنه قدامه من بعد ما فسخ خطوبه ببيته. طب ابن ذنبه ايه اذا كان هو مش قادر يلم بيته ويشكمها؟ استغفر الله العظيم، ادينا غلطنا. مش هو يا باشا اللي اداكوا المعلومات دي؟ والله مش المفروض ان انا اقول لك مصادر معلوماتي مين. انا عايز افتش اوضه محمود حالا. حقك يا باشا، اتفضل. أنا طبعاً مش هسألك على إذن النيابة، أنا راجل قديم وعارف، بس نعملها إزاي دي؟ يعني إيه نعملها إزاي؟ أنتوا بتهزروا ولا إيه؟ لا، أنا صبرت عليكم كتير، أنا هدخل أوضة محمود حالاً ويحصل اللي يحصل. أوضة إيه اللي هتخشها؟ هو في إيه يا أبو محمود؟ مفيش، أصل الباشا عاوز. باشا؟ اللي أنت صاحي بتشتغل إيه؟ هيشتغل إيه يعني يا أبو محمود؟ هو مش جاي مع سيادة العقيد؟ بيشتغل ضابط شرطة. قول كده بقى، وعايز تدخل اوضته ليه بقى ان شاء الله؟ اصل الباشا لما عرف ان موضوع الطلاق مش هينفع اعصابه تعبت، فقلت له خش اوضة محمود يريح شوية. ما ينفعش، اصل محمود منبه عليا محدش يدخل اوضته ابدا وهو مش موجود. ايوه، اصل ده شاب وعازب، وانت اكتر واحد تعرف بقى واحد في الظروف دي ممكن يكون مخبي بلاوي في اوضته، مش كده ولا ايه؟ طب ده انا اللي هي امه وام ياسمين اللي هي ام ياسمين، محدش فينا يتصجر يدخل اوضته وهو مش موجود. طيب ما تطلبيه على الموبايل تساليه، اديني بقررها لك اهو. وهو ابني حيلته ايه يعني عشان يشتري موبايل؟ طب هو راح فين يا حاج؟ ليه؟ الباشا كان زميله في المدرسة وعايز يطمن عليه ويسلم عليه. كمان زميله كمان؟ طب يا اخويا ما توصي عليه زمايلك الظلمة المفتريين بتوع أمن الدولة، دول مبهدلينه يا حبة عيني. ايه الناس دي؟ ده في الرايحة وفي الجاية مش سايبينه، ودون كله بسبب ايه؟ أبوه وأخوه. طب هو ماله؟ ذنبه ايه؟ دول ناس مفتريين لا يعرفوا لا دين ولا حرام. الواد يا عيني ضاع مستقبله وطفش من البيت. ايوه طفش، راح على فين بقى؟ انا عارفه بقى، اهو امبارح لقيته داخل عليا يا حبه عيني غرقان في شحم وقرف، يظهر انه كان بيصلح موتور من المواتير اللي هو بيصلحها يعني اللي بيطلع منها بمصلحه. يا دوبك دخل كان له شويه رز بشعريه وعليهم شويه قلقاس، ودخل اوضته لم شويه هدوم كده وراح واخد بعضه وماشي. قلت له تعالى يا محمود، تعالى يا حبه عيني، قول لي ريحني يا نظري، انت رايح على فين؟ قال لي سيبيني سيبيني ياما سيبيني، انا طهقت وقرفت من العيشه المقرفه دي، وراح واخد بعضه وماشي. الله، وانا مش سالتك قلت لك هو جه؟ قلت لي لا. هو اللي قال لي اقول لك كده. معلش يا ابني، اصل هو بيني وبينك كده مخنوق شويتين من ابوه، حاسس ان كل اللي بيجرى له ده من تحت راس ابوه. هو يعني كان لازم اعيش انا طرطور عشان تبسط انت وابنك؟ طب الناس اللي قعدوا جنب الحيط على طول دول عيالهم خدوا ايه؟ ما هم قاعدين عواطليه هم، على الاقل والله انا ريحت ضميري. لا يا اخويا ما تزعلش، انا ما اقصدش. شوف يا ابني، مش دون بس السبب بتاع الزعل اللي بيناتهم، بيني وبينك انت مش غريب، الواد محمود ابني عايز يسافر ويسيب البلد، وابوه حالف عليه ما يسافرش. وعايز يسافر فين؟ عاوز يسافر افغانستان وينضم لتنظيم القاعده. في ايه يا عبد الناصر؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزه يصدق ويروح يقول لزمايله المفتريين بتوع امن الدوله؟ الهي ربنا ينتقم منهم، الهي ربنا يوريني فيهم يوم، الهي العيل اللي فيا كله يجي فيهم، الهي يا رب يمشوا بالتبول الارادي والناس كلهم تشوفهم ويكسروا نفسهم ويذلوهم. كفايه بقى يا حاجه، كفايه كده. كفايه بقى يا ست، ادعي لهم بالهدايه.
اهي طبطك دي اللي جايباك ورا. خلاص انا تعبت. ما شاء الله يا اخويا، مش باين عليك يعني تعب ولا حاجه. هما الظباط كده يا ام محمود، ما يبانش عليهم. سيبيه بقى يدخل يريح ويفرد ظهره عشان نعرف نخطب له بعد العشاء، لازم يكون ظهره مفرود. هو دلوقتي احمد ليه اوضه زي محمود؟ هو كان مع محمود في نفس الاوضه، لكن لما احمد طلع اسكندريه محمود قعد في الاوضه لوحده بيردها له. اصل محمود لما نزل مصر يدرس احمد قعد لوحده في الاوضه. انما انت بتسال ليه؟ جرى يا ام محمود، هو السؤال حرم؟ حد يقول للضيوف كده؟ هو انتوا مش هتشربوا الشاي؟ لا انا هريح شويه. طب يا ابني خد الشاي معاك اشربه في الاوضه وانت بتفكر، عشان موضوع الجواز ده موضوع صعب. انت بتقول له ايه؟ ما هو هيتنيل يطلق. ادخل خش يا ابني ربنا يكرمك. لكن انت ما قلتليش انت بتشتغل فين في البوليس؟ في المطافي. يا ساتر يا دي الحوسه. يلا مش مهم، ان شاء الله تكون المجاري حتى ارحم ما انه يشتغل مع الظلمه بتوع امن الدوله. ينسون يروق دم. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بلعب جيم بتاعت العيال؟ يا طويل يا هبل، انت مين اللي قال لك تفتح الكمبيوتر بتاع محمود ابني؟ انت بتستعبط؟ انت مين انت وتابع مين؟ انا فاهم حضرتك. هو انتوا ايه؟ ما وراكوش غيرنا. اهدي يا حاج. مش في دي اسرار ناس هنا؟ مش في اسرار ناس؟ الحقني يا ابو محمود. اهدي يا حاج. الحقني. يا حاج 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 يا حا